برنامج تطوعي يهدف إلى زيادة التوعية البيئية وغرس قيم التطوع في النشأ. المدارس الخضراء مبادرة الجمعية الكويتية لحماية البيئة بالشراكة مع وزارة التربية. البرنامج يتضمن مجموعة كبيرة من المواضيع العلمية اللي قد نلخصها في 15 موضوع، منها الاهتمام في الطاقة البديلة، الاهتمام في التنوع الأحيائي والبيولوجي في الكويت بما فيه طبعا طيور الكويت، السلاحف البحرية، الاهتمام في الشواطئ والجزر الكويتية، وطبعا كل موضوع يتلخص في ثلاث محاور رئيسية: محور ممكن تطبيقه للابتدائي والمتوسط ومحور للثانوي، بالإضافة إلى الأندية البيئية ونادي أصدقاء البيئة. نحو 3000 مشارك سنويا من الطلاب والمعلمين من مختلف المدارس، نسبة تعكس نجاح برنامج المدارس الخضراء. استمرينا مع المدارس للثمان سنوات السابقة، وفي الثلاثة الماضية أو خلينا نقول في الأربع سنوات الماضية حققنا نجاح كبير مع ورش العمل اللي سويناها مع المعلمين والمعلمات لتدريبهم على مواضيع التغير المناخي، وهالسنة إن شاء الله في الموسم الثامن راح نسوي تدريب على قانون حماية البيئة وتطبيقه من خلال المدرسة والأندية البيئية بالتعاون مع جمعية المحامين الكويتية. التركيز على قانون حماية البيئة والتوعية بمواده وعقوباته، بالإضافة إلى أهمية الترشيد واستهلاك الموارد الطبيعية بطريقة إيجابية. الهدف الرئيسي من برنامج المدارس الخضراء للوصول لبيئة مستدامة. زهراء الكاظمي، لتلفزيون المجلس.